طب خلينا نبتدي الحوار. بس عايزه اسالك عن مشاعرك وانت واقف بقى وسط ده. انا عارفه ان كل مشروع من دول انت بتشعر ناحيته بشيء من الارتباط، لانك قاعد بتبني عماره عماره، شارع شارع. انت بعد 18 شهر من وجودنا هنا، قولي مشاعرك ايه؟ هقول لك ان انا راجل، بحس ان انا راجل محظوظ جدا. انا يعني يمكن اشتغلت في انشطه كتيره جدا، منها عربيات ومعدات ثقيله وتصنيع وحاجات كثيره، لكن الحقيقه النشاط ده بالذات بيدي الشخص سيلف ساتسفاكشن كبير قوي، لانه بيبقى شايف هو عمال يحط افكار في رسمه وبتاعه وكده، لكن ما بيشوفه على الحقيقه بيحس ان الدنيا مختلفه تمام، فبيحس بشعور المكسب والخساره مبقاش هو البرايورتي يعني. طب اسمح لنا بقى ننتقل لمكان اخر. احنا دلوقتي هنعمل معاكم تجربه حيه وعمليه من هنا من منطقه وسط البلد، ونشوف ازاي نقدر نوصل لباديه وفي مده زمنيه قد ايه. يلا بينا. طيب احنا كده رحلتنا من وسط البلد مرورا بالزمالك ومدن لبنان ومحور 26 يوليو، وكل الزحمه دي استغرقت حوالي 48 دقيقه. بس لو انت جاي من على الطريق الدائري هيكون قدامك ثلاث طرق، يا اما طريق الواحات او طريق الفيوم وده هيستغرق 25 دقيقه، او طريق زويل وده هيستغرق 15 دقيقه بس عشان توصل هنا لباديه. وبما ان باديه هنا في مدينه اكتوبر الجديده، فانت على بعد دقائق من منطقه اهرامات الجيزه والمتحف المصري الكبير، وما تنساش فصل الصيف والساحل عشان محور الضبعه وطريق مصر اسكندريه الصحراوي على بعد 15 دقيقه بس. قرب باديه كمان من المونوريل والقطار الكهربائي السريع بيربطها بالساحل والعين السخنه والعاصمه الاداريه الجديده وكل مناطق شرق القاهره. ودلوقتي هنعمل معاكم تجربه عمليه تانية، وننطلق من هنا من باديه لمدينه القاهره الجديده، ونشوف هنستغرق زمن قد ايه عن طريق الدائري الاوسطي. يلا بينا. وبكده رحلتنا من بادية لمدينة القاهرة الجديدة عبر الدائري الأوسطي استغرقت تقريبا 37 دقيقة. وبكده بادية بقت همزة وصل قوية بين غرب القاهرة وشرق القاهرة.